أبناء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي. أبنائي، درسنا اليوم الدجاجة والبطة والفأر، صفحة رقم 155 في كتاب المدرسة، الكفاية العامة، القراءة والمشاهدة، من الوحدة الثالثة، يومياتي. الآن يا أحبابي، مع التمهيد، أصل الصور الآتية في القائمة الأولى بما يناسبها من مصادر في القائمة الثانية. القائمة الأولى يا أحباب بها حليب وطحين و بيض، والقائمة الثانية دجاجة وبقرة وقمح. لأن يا أحبابي نصل الصور بما يناسبها. طبعا الحليب نحصل عليه من البقرة، والطحين من القمح، وأما البيض فنأخذه من الدجاجة. جزاكم الله خيرا يا أحباب. الآن ننتقل إلى درسنا. كان هناك دجاجة تعيش مع صديقيها البطة والفأر في المزرعة، وذات يوم وجدت الدجاجة كمية كبيرة من حبوب القمح ففرحت جدا بها. قالت الدجاجة للبطة والفأر: ما أسعدنا بهذه الحبوب، يجب أن نطحنها، من منكما سيحملها إلى الطاحونة؟ قالت البطة: لست أنا. وقال الفأر: ولا أنا. حملت الدجاجة حبوب القمح وحدها، ثم سألت: من منكما سيعجن العجينة؟ قالت البطة: لست أنا. وقال الفأر: ولا أنا. فعجنت الدجاجة العجين بنفسها، ثم سألت: من سيخبز الخبز والكعكة؟ قالت البطة: لست أنا. وقال الفأر: ولا أنا. فخبزت الدجاجة المتعبة الخبز والكعك بنفسها، ثم وضعته على المائدة. سألت الدجاجة: من منكما سيأكل من هذا الخبز المحمر، ومن هذا الكعك اللذيذ؟ قالت البطة. قال الفأر. فقالت الدجاجة: ترى يا أحبابي، بعد أن سمعنا هذه القصة، ماذا ستقول البطة والفأر والدجاجة؟ الآن مع بعض الأسئلة لنتعرف سويا على المضمون. أين يعيش كل من الدجاجة والبطة والفأر؟ في المزرعة. جميل جدا يا أحباب. ماذا وجدت الدجاجة؟ ها، قرأنا في بداية القصة ماذا وجدت الدجاجة؟ طبعا وجدت كمية كبيرة من حبوب القمح. ما شعور الدجاجة بما وجدته؟ ها، طبعا فرحت جدا بما وجدته، فكانت سعيدة. مجموعة أخرى: ماذا طلبت الدجاجة إلى الفأر والبطة؟ طلبت أن يحمل أحدهما كمية القمح للطاحونة. ما رد كل من البطة والفأر على الدجاجة؟ طبعا قال الفأر: لست أنا. وقالت البطة: ولا أنا. طبعا يا أحباب، طلبت مرة أخرى من يحمل الطحين إلى الخباز، فقال الفأر: لست أنا. وقالت البطة: ولا أنا. فحملت أيضا الطحين للخباز،
عندما خبزت الخبز والكعك طبعا قالت من سيأكل ومن سيأكل، فقال الفأر، ها طبعا سنتعرف الآن ماذا قال الفأر وماذا قالت البطة. أذكر النهاية المناسبة لأحداث القصة. طبعا يا أحباب النهاية المناسبة لأحداث القصة ستكون تفكير الدجاجة في عقاب البطة والفأر، تفكير الدجاجة في عقاب البطة والفأر، فكرت الدجاجة في عقاب البطة والفأر. أتوقع ما يأتي، رد البطة على الدجاجة. طبعا يا أحباب ستقول الدجاجة أنا بالتأكيد، عندما سألتهم البطة من سيأكل الخبز والكعك، بالتأكيد سترد البطة وتقول أنا بالتأكيد. أما الفأر فماذا سيقول أيضا؟ رد الفأر وقال أيضا أنا بالتأكيد وأنا أيضا بالتأكيد. طبعا يا أحباب الآن نتعرف على موقف الدجاجة من البطة والفأر. طبعا رفضت الدجاجة أن يأكل كل من البطة والفأر من خبزها وكعكها، سترفض بالتأكيد يا أحباب لأنها تريد أن تعاقب البطة والفأر، لأنهما لا يريدان التعاون معها في العمل. أرادت أن يأخذ أحدهما الطحين القمح إلى الخباز إلى الطاحونة، لكنهما رفضا يا أحباب. أيضا طلبت أن يأخذ أحدهما الطحين إلى الخباز فرفض، وعندما عجنت وخبزت أراد أن يأكل. طبعا يا أبطال هذا لا يصح، لأن التعاون سمة من سمات الإنسان النشيط، وكذلك سمة من سمات الطيور والحيوانات، فيجب علينا أن نتعلم منهم يا أحباب أن التعاون سمة عظيمة وصفة جميلة من صفات المسلم. أبنائي الأعزاء، إلى هنا ينتهي درسنا اليوم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.